بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أيها المدلج في زيافة تنشر الأكم كما تطوي البطاحة، فإذا جئت الغريين أريح، فلقد نلت بمسراك النجاح، صل ضريح المرتضى عني وخوب. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، صل ضريح المرتضى عني وخوذ، غربة عتبيين يملأ القلب جراحا، قل له يا أسد الله استمع، نفثة ضاق بها الصدر فباحا، كم رضيعي لك بالطف قضاء، عاطشين يقبض بالراحة راحة، أرضعته حلم النبل دمع من نجيع النحر لدر القراحة، ولك ربة خدر ما رأى الشخص عظن ولا بالوهم لاحا، أصبحت ربة كور وبها ترقل العيش غدوا ورواحا، لو تراها يوم أضحت بالعرى جزعا تندب رحلا مستباحا، قل أنده ورد وجه داي يم المرتضى حادر، وحشي لعلى حضم الطاف يسمع هالحكي يقدر، أريد أحشي على حضم الطف وريد المرتضى يسمع، وقل له عقب عين حسين العسكر على الفواطم دار،
والأنبياء الزلم والخير زيادة بها أقل تطلع تصيح وتصفج الشفية يا أحلى الله الطريج مني أريد أصلخ ويحسي وأخذ معصب بيدي وأقل لراحة الخدار أقل لراحة الخدار لخويا وانتظر شي يقول وقل اجياتك وخليات على خيابك الخيل تجول يقوم ان شاء الله وياي اخويا ان كان مو مجدود يا حيدر هاي حالتها غريبة وفاقد اخوتها تعالوا شوف مشيتها تقوم وتوقع وتندح احضر يا علي احضر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حين نقرأ في سير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نرى أنهم سعوا إلى ترسيخ مفاهيم الإسلام عن طريق عادات وأعراف اجتماعية من خلالها تلك العادات والأعراف الاجتماعية مبنية على أساس ديني على أساس يرتبط بالعقيدة يرتبط بالدين من خلال هذه الأعراف الاجتماعية يرتبط الناس بعقيدتهم وبدينهم وتتجذر تلك المفاهيم في نفوسهم نأخذ على سبيل المثال نبينا نبي الرحمة ولذكره الصلوات بأعلى الأصوات رسول الله صلى الله عليه وآله لما أراد أن يعالج بعض العادات الاجتماعية أراد أن يعالج وجودها أن لا يبقي عليها أبدا أراد أن يزيلها من واقع الأمة يوم أن بعث صلى الله عليه وآله جاء النبي بسيرة ليؤسس من خلالها إلى عرف اجتماعي نقيض لما كان يرتبط بالجاهلية مثلا العرب في الجاهلية كانوا أهل تيرات أهل تيرات يعني ثأرهم لا يتركونه والواحد من عندهم إذا ما أسيء إليه يعني لابد وأن يأخذ أن يتشفى بالطرف المسيء قضية صفح وعفو عن المسيء هذا الأمر مرفوض لم يكن موجودا عندهم في حين ما جاء به الإسلام من خلق يقول لنا أنه في الوقت اللي أنت تتمكن فيه من المسيء إليك طبعاً أكو إساءات هذه ما يمكن معالجتها ولابد فيها من أن يقتص من المسيء لابد قضية الردع عقوبة الردع هذا أمر يفرضه الوجدان ولابد من تطبيقه في كثير من الأحيان لكن أحياناً بالنسبة للأخطاء اللي يمكن اغتفارها هذه الأخطاء أنت إذا ما تمكنت من الطرف المسيء فإنك تعفو عنه وأن تسيء عن أو أن تصفح عن تجاوزه هذا هو اللي يمثل الخلق الإسلامي الذي قد جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله بحيث عدي بن حاتم الطائي رضوان الله تعالى عليه عدي كان محاربا للنبي صلى الله عليه وآله في يوم ما إلى درجة أن رسول الله قد أمر بهدر دمه وقال برئة الذمة ممن يقتل عديا عدي جاء إلى المدينة ورسول الله لا يزال قد هدر دمه دخل إلى المدينة وتوجه إلى المسجد رسول الله صلى الله عليه وآله لما رآه وعرفه عرف أن هذا هو عدي بن حاتم الطائي رسول الله خلع رداءه
وفرشه النبي في الأرض ليجلس عليه عدي بن حاتم الطائي. أراد النبي بذلك أن يؤسس لعرف جديد، يقولهم أنا ما تشفيت به ولم أبقى مصرا على لابدية معاقبته، خلاص هو قد جاء معتذرا، قد جاء مقرا بذنبه بتقصيره معي، خلاص إجا الوقت اللي أنا ينبغي علي فيه أن أصفح عنه. فأراد النبي أن يؤسس لمظهر اجتماعي يعتمد على أساس ديني اسم الصفح عن المسيء. لما بادل النبي المسيء إليه بهذا الخلق العظيم، أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم جميعا كانوا أيضا من خلال سيرهم ومن خلال تأسيسهم لعرف اجتماعي يلغون كل ما هو بعيد عن الدين ويرسخون لي مبادئ الإسلام من خلال الأعراف الاجتماعية. قد مرة إمامنا الصادق سلام الله عليه، تدري الإمام أقام في الكوفة لسنتين إمامنا الصادق، فكان كثيرا ما يأتي إلى زيارة قبر جده أمير المؤمنين عليه السلام ولزيارة قبر جده الحسين عليه السلام. لذلك تلقى معظم النصوص الزيارات قد وردت عن الإمام الصادق، لأن الإمام الصادق خلال هذين السنتين كان مكثرا، وهو الذي كان يأتي إلى زيارة قبر جده الحسين. لذلك تلقى زيارة مثلا أول رجب مروية عن الإمام الصادق، زيارة النصف من شعبان. فد مرة الإمام الصادق جاء إلى زيارة قبر جده الحسين ومعه بعض أصحابه. الإمام لما وصل إلى قبر جده الحسين قال له هذا من أصحابه، قال له روح ها هنا بنو غاضرة بطن من بطون أسد، اذهب إليهم وقل لهم إن جعفر بن محمد قد جاء إلى زيارة قبر جده الحسين، هل يجون يسلمون عليه. راح هذا سرعان ما رجع سأل الإمام قال له أبلغتهم؟ قال له لا. قال له ليش؟ قال له سيدي شفتهم بحالة رثة، ثيابهم بالية رثة، كلابهم تلغ معهم مو نظاف وسخين، شفت هذول شنو؟ أنا أصيح لهم حتى يجون يسلمون على الإمام الصادق، فلذلك أنا ما صحت لهم. إيش قال الإمام؟ قال له إن لم تكن منا فلا تصحبنا، هؤلاء شيعتنا، امضي إليهم وقل لهم إن جعفر بن محمد هاهنا يدعوكم أن تحضروا عنده. شنو أنت مستنكف من عنده؟ شفت وصخ ثيابه رثة؟ هذا من موالينا أهل البيت، هذا يعتقد بإمامتنا. شوف الإمام صلوات الله وسلامه عليه راد أول شيء أن يلغي كل حالة تمايز طبقي وأن يؤسس لمظهر أراد الإمام عليه السلام أن يكون خلقا عند شيعته. لا تتعالى على الآخر، لا تتكبر على الآخر تحت أي عنوان من العناوين، هذا من شيعتنا من أصحابنا وله الحق علينا، أما أنت إذا كان بنائك شيء آخر ببالك فكرة أخرى فلا تصحبنا. بحيث الإمام نهره إلى هذه الدرجة، إن لم تكن منا فلا تصحبنا. وهكذا فترى أن الأئمة سلام الله عليهم أرادوا ترسيخ مفاهيم الإسلام في نفوس الأمة عن طريق الأعراف الاجتماعية. هذا الأمر كل جهة تروج إلى فكر معين ملتفتة إليه. تعرف أن الترويج للفكر الطريقة المثلى هي من خلال التأسيس لأعراف اجتماعية. العرف الاجتماعي كفيل بأن يحفظ تلك الأفكار، بأن يحفظ تلك المفاهيم وأن يجعلها معمول بها، تعمل بها الأمم يوم أن جعلتها أعرافا اجتماعية. إحنا نلاحظ الآن يعني في السنين الأخيرة خصوصا بعد 2003 بعد التغيير، ضريبة التغيير والانفتاح على العالم. احتبار قبل 2003 العراق كان شبه منعزل عن باقي دول العالم، لكن بعد 2003 صار لا، ما من حدث يحدث في أي بقعة من بقاع الأرض إلا ويكون له تداعيات، باعتبار إحنا جزء من العالم اللي أصبح عبارة عن قرية صغيرة. ضريبة هذا الانفتاح أنه كثير من الأفكار راح تدخل، مو كثير من الأفكار، ما من فكرة إلا وتراها قد دخلت. لكن وين الخطورة؟ الخطورة في الأفكار السيئة التي يروج إليها
من خلال التأسيس إلى أعراف اجتماعية يراد لها أن تبقى وأن تكون مسيطرة على أخلاقيات مجتمعنا. أكو كثير من الأشياء تغيرت، وأكو بعضها أشياء لابد من تغييرها. يعني لاحظ، هو الزمن كفيل بتغيير الكثير من الأمور، طريقة الأكل، طريقة الملبس، هذه بغض النظر عن الانفتاح وعن غيره، هذان الأمران لابد لهما من أن يتغيرا بمرور الزمن. لكن مرات يكون التغيير مبني على أساس انحدار قيمي. أكو انحدار بالقيم، بالمثل التي تؤسس وتبني المجتمع. هذا احنا لابد أن نقف عند هذا الأمر، لأنه مؤشر خطير جدا. وخلينا نذكر فد شاهد معاصر حتى نقف من خلاله، وحتى نعرف احنا واعين نقرأ المحيط بنا لو لا. الماي يمر من جوانا من دون أن نشعر. قبل أشهر ليست بالكثير، قبل أقل من شهرين، من صارت موجة الحر ودرجات الحرارة تجاوزت 50، وبوقتها صارت أزمة طاقة، أزمة كهرباء خانقة عانى منها البلد بشكل ملفت، وهو في المواطن كان بأمس الحاجة إلى الكهرباء نتيجة الحر العالي. أكو فد مقطع فيديو اشتهر لشخص، هو دائما ما يعني تلقاه بالأزمات يروج إلى مقاطع فيديو هيجي، لازم التليفون ويحكي، يتساءل، يقول إحنا بهذا الحار سؤالنا الآن عن مراجعنا، يا ترى الكهرباء تنقطع عليهم؟ عايشين بحار محترين لو لا؟ طبعا بطريقة يعني بيها تهكم وبيها استهزاء. هذا أنا البسيط من شفت هذا مقطع الفيديو افتهمت على أن هذه الفئة من الناس مرفهة منعمة، ما لها علاقة بكل شيء يحدث في البلد، كهرباء تنقطع، أزمة خدمات، أزمة كذا، هذا الموضوع مو يهمهم، أناس مرفهون منعمون لا يمسهم الحر أبدا، بينما إحنا الحر أخذ ما أخذه منا، هم مو يهمهم هذا الموضوع. خلاني أنا أصير حانق، عبأني حقد وكراهية على فئة من الناس أنا يفترض إلي أن أحترمها، لأن هاي الفئة من الناس أنا مأمور باحترامها، اللي أمرني باحترامها إمام زماني الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، قال لي: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فهم حجة الله عليكم وأنا حجة الله، فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، اللي هم المراجع اللي هم علماء الدين. عبادي خلاني أنا مملوء حقد عليهم، والحال أنه اللي قاله كل ما إلى صحة، ما إلى واقع، ناس حالهم حالنا، بيوتنا لربما البعض من عندنا، الكثير من عندنا بيته مهيئ وسائل راحة أكثر مما هو موجود في بيوتهم. هذا إيش تتوقع على رسله لو أكو من ورائه من يدفعه إلى ذلك؟ لا، أكو من ورائه من يدفعه إلى ذلك، وهو هذا معنى الحداثة الذي يراد تطبيقه عندنا. احنا اكو فد اصطلاحات لربما نسمعها قد تكون لنا بها معرفة وقد لا تكون لنا بها المعرفة، او لربما يأخذنا فتزبرج هذا العنوان، رونق هذا العنوان دون ان نعرف معناه ما هو، لانه للوهلة الاولى يوحي عنوان الحداثة بالتطور، والواقع انه ما الى علاقة بالتطور. الحداثة كمفهوم اللي اكتشفه أو اللي أوجده شاعر وأديب فرنسي اسمه بودلير، هذا مات سنة 1864 ميلادي. هذا المفهوم معناه نقد النص، ماكو شيء يقدس أبدا، لأن كل المجتمعات مهما كانت دياناتها ومهما كانت انتماءاتها أكو لابد إلها من نصوص، ولابد إلها من عناوين مقدسة ترجع إليها. حتى أهل الجاهلية الوثنيون أدهم كان أكو أعراف اجتماعية يحتكم إليها، بالتالي هذه الأعراف الاجتماعية كانت مقدسة في نظرهم. مفهوم الحداثة معناه أن لا حرمة ولا قدسية لأي نص من النصوص، النص سواء نص قانوني، نص ديني، أي شيء موضوع من أي شخص، أو مهما كان هذا الشخص، سواء كان نص سماوي، جعل إلهي، جعل أرضي،
من جعله بشر أيا كان ذلك البشر، هذا ما إلى قداسة نهائيا، ما إلى احترام. وطبعا هذا يعتبر هو مثل ما ذكرت لك بودلير المؤسس الرائد الأول، نبي الحداثويين، وإجوا من وراء اللي طوروا هذه النظرية، وعلى إثرها قامت الحرب العالمية الأولى والثانية مع مطلع القرن العشرين، لأن باعتبار صارت أكو حالة من التصارع ما بين أناس يدعون إلى المحافظة على ركائز سياسية دينية معينة، وما بين أناس يرفضون ذلك ويدعون إلى الحداثة. طبعا إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، من بعدها صار العالم يسير وفق مصطلح ووفق منطق جديد اسمه ما بعد الحداثة، وهو نقد النقد. وهذا اللي تلقاه لربما بالعشر عشرين سنة الأخيرة صار العالم يسير على هذا الأساس، وهو أنه ليس هنالك ما يحتكم إليه أبدا، حتى بالنسبة لما قد وضعوه بديلا عن النص المقدس، ماكو شيء أبدا، لا اتفاقية تحترم ولا معاهدة ولا قانون ولا أي شيء. هذا اجتماعيا يؤثر بيك بيمن يخليك أنه أنت يعني من تريد تشوف هل أن هذا الأمر فيما لو طبق وين راح توصل تداعياته؟ تداعياته بعد ماكو كبير إحنا نستمع إليه ونأخذ عنه أبدا، أيا كان ذلك الكبير. منو هذا الكبير؟ الوجه الاجتماعي شيخ العشيرة يقول أنت منو أنت أصلا؟ ما الذي تفقهه حتى إحنا نأخذ من عندك؟ المعلم شنو هو المعلم؟ أداة حتى يعلمني كم كلمة اللي هو المنهج الدراسي اللي المفروض يعلمني إياه، أكثر من هذا ما إله. رجل الدين كذلك، لأن شفت أنت هاي الكلمة خلاني بها أنا أتجرأ، وخلاني أنا بها مملوء حقد وحنق على هذه الفئة من الناس اللي هاي الفئة المفروض تلقى احتراما مني. على كل حال هذا الكلام جاي نشوف إلى فالتطبيق كثير من حيث نشعر أو من حيث لم نشعر. هواية أمثلته سأنا أضربت مثال فتح حادثة، باعتبار هاي الحادثة معظمنا شايفها اليوم، صار السوشيال ميديا ما خلى واحد بمعزل عن الآخرين، أي حدث يحدث في أي مكان إحنا جميعا نكون مطلعين عليه. هاي الحادثة خلينا نراجع حساباتنا في الكثير مما يجري حولنا، أنه هذا اللي جاي يصير حولنا الآن، خصوصا الأحداث ترى جاي تسير بتسارع كبير جدا، يعني لربما الأهداف اللي عادة يصلون إليها بسنتين وبثلاثة، شو إحنا ببلدنا جاي تختصر المسافات بشهرين ثلاثة جاي يوصلون إليها. لابد أن نكون أو يكون عندنا فد مقدار من الوعي ومن الحذر في نفس الوقت، على أن الكثير ترى مما يروج إلى هذا أكو من ورائه أهداف وأكو أيادي خفية تريد تتلاعب بقناعاتنا وبأفكارنا لتصل إلى ما لا نحمد عقباه. لأن بالتالي إذا إحنا صرنا مجتمع ما عدنا ما نحتكم إليه وما نرجع إليه في كل شيء، لا كبير محترم ولا الوجه الاجتماعي محترم ولا الدين نفس الدين راح يصير محترم، لأن هو اليوم بدأ بالعالم وباكر راح يتخطى إلى ما بعده، وراها حتى علي بن أبي طالب. هو شنو علي بن أبي طالب؟ هم راح يقول هالشي، ومن هو علي بن أبي طالب؟ رجال عاش مات قبل أكثر من 1400 سنة، بذاك اليوم ايش كان أكو عنده؟ ما الذي يفقهه هو؟ ما الذي يعرفه علي بن أبي طالب؟ العجلة كانت استوحى قد اخترعت. فبالتالي إحنا بشر اليوم أكثر وعياً، أكثر معرفة، أكثر ثقافة، وهذا البعض ترى من الناس قد وصل إلى ذلك وتجرأ حتى على مقام النبي صلى الله عليه وآله، وما بقى على شيء اسمه إلى عنوان قدسية أبداً. فلذلك ترى هي الهجمة قد تبدأ بالمفردات جزئية، قد إحنا نستبسطها نستسحلها ونقول وذا حجة وذا فلان وذا قال علان شنو قيمته وشنو مدى تأثيره، لكن في الواقع لا، هذا راح يحيلك أكو من ورائه من يعمل ومن يحرك، وهذا راح يكون إلى تأثير على ثلاثة أربعة سذج هو بالله مؤدلج وأكو اللي دافعه، لكن أكو هواية من السذج دول اللي راح يمشون وراه واللي ما يدرون بالموضوع شنو، وبالتالي دول الهمج الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق، وهذول راح يكثرون ويزدادون وإحنا راح نعاني من عندهم.
لأنه أنت من عايش في مجتمع قد غابت فيه الأعراف والقيمية، شلون راح تقدر تعيش؟ من طفل يطلع لك بالشارع وما تعرف شلون تحكي وياه، لأن ماكو لا قانون يردعة ولا عنده كبير ممكن أن تقول له هذا جاي يسوي، وترى هذا جاي يسيء لنفسه ويسيء لبلده ويسيء للآخرين، وما تقدر أنت تحكي نهائيا. ليش؟ لأنه أنت الآن أصبحت تعيش في مكان منزوع القيم تماما. هذا اللي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من ذاك اليوم كانوا يأسسون الأعراف اجتماعية، يردون يقولون ترى المفاهيم الحقة لابد من أن تطبقوها وأن تجسدوها في عرف اجتماعي مبني على أساس ديني صحيح، أو أي عرف اجتماعي لا يرتبط مع هذه المثل ولا يرتبط مع هذه الأعراف القيمية الحقة، هذا أرفضوه وحذروا من عنده، لأنه ترى اليوم يبدي بهاي البداية لكنه في الغد قد يصل إلى حالة لا تحمد عقباها، راح يصير بعد ماكو احترام لأي شيء، وساعة حولات حين مندم، لأن أنت بالبداية ما وضعت حد لذلك التجاوز، فلذلك توقع أن يصل التجاوز إلى درجة كبيرة لا يمكن لك أن تسيطر عليها أبدا. فإذا عودا على بدء، نرى في سير أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أن الأئمة قد سعوا إلى ترسيخ مفاهيم الإسلام من خلال أعراف اجتماعية كبعض الأمثلة التي قد ذكرناها أو كالأمثلة التي قد ذكرناها. أعداؤهم الجهة الأخرى أيضا أرادت أن تحارب الإسلام كفكر، ولكن من خلال التأسيس لأعراف اجتماعية جديدة تلغي ما جاء به الإسلام وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. مو ذكرنا رسول الله أراد أن يشيع ما بين الناس ثقافة، مفهوم، مبدأ إسلامي اسمه التسامح، العفو عن المسيء، بحيث لما يجي عدي بن حاتم الطائي رسول الله يعفو عنه ويتعامل معه بذلك الخلق. اجوا اللي جاءوا بعد رسول الله أرادوا أن ينتزعوا هذا الأمر من ذاكرة الأمة وأن يجعلوا بدلاً عنه النقيض إلى تماماً، وهو أنك تتشفى بخصمك، وإذا صارت لك خصومة ويا واحد بالغ في إيذائه. أبو ذر رضوان الله تعالى عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قلهم الجماعة من المسلمين، قلهم إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا بلغ أبناء العاص 30، العاص جد الخليفة الثالث عثمان ابن عفان، لأن بنو أمية ينقسمون إلى أسرتين أعياص وعنابس، الأعياص اللي هم جدهم العاص، إذا بلغ أبناء العاص 30 جعلوا مال الله ديولا وعباد الله خولا. زين اللي قالها صحابي رسول الله يشهد له بالصدق، ما أقلت الغبرة ولا أضلت الخضرة من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، ثم قال باطل، مو هو هذا اللي صار؟ شوف شو سوى، ايش سوت ويا السلطة وش سوى ويا الخليفة يومها. أولا نفال الربذة، منطقة مقطوعة بالصحراء، رجعوا إلى المدينة، نفوا إلى الشام، ثم رجعوا إلى المدينة، وبإرجاع من المدينة من الشام إلى المدينة عانى الأمرين، بحيث ربطوا على ظهر البغلة طيلة المسافة، مسافة شقد بقى بالطريق 10-15 يوم ما خلوه ينزل من على ظهر البغلة، يعني إلى درجة حتى يقضي حاجته أجل لكم الله وهو على ظهر البغلة، بحيث لما نزل لقوا الخشب مال السرج قد نبت في فخذيه بقى فترة طويلة وهو يعالج في دار الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، إلى أن نفول الربذ مرة أخيرة ليموت فيها غريبة. هذا حولوه إلى خلق، حولوا إلى عرف اجتماعي ما بين الناس ما بين المسلمين، على أن إذا كانت السلطة اللي تمثل خلافة النبي صلى الله عليه وآله وتتعامل مع الرعية بهذه القسوة، والرعية منه صحابي كهذا الصحابي الجليل كأبي ذر رضوان الله تعالى عليه، لذلك بدأت تنتزع القيم والمفاهيم الإسلامية التي لطالما سعى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ترسيخها في ذهن الأمة عن طريق أعراف اجتماعية، سعت السلطة إلى محوها وإلى أن تجعل
أعراف الجاهلية بديلا عنها، وهذا إلى علاقة بما قد ذكرناه في الليلة الماضية، وهو إعادة تدوير الجاهلية. شولها إعادة تدوير؟ اليوم صارت عبادة الوثن، عبادة حبل، صارت أمر مرفوض، ما يمكن لأحد أبدا أن يدعو إلى ذلك. خليكم على عبادتكم، على صلاتكم، لكن احنا راح نخلي لكم الصلاة فارغة، فقط إطار خالي من المضمون. هذا الذي أرادت السلطة أن تفعله يومها بما كانت تروج له وتؤسس له من أعراف اجتماعية. إجا موقف الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما بلغ الانحراف إلى ما بلغ به، إلى تلك الدرجة، والأمة في غفلة وهي لم تشعر بتلك الخطورة، جاء موقف الحسين سلام الله عليه ليعيد للأمة رشدها، ليعيد لها وعيها، وليبعث في الأمة الهمة من جديد، وحتى يقول لهم ترى أنتم صار لكم نصف قرن من الزمان منذ أن رحل النبي صلى الله عليه وآله وأنتم مغرر بكم، قد أبعدتم عن الالتزام بثوابت الإسلام، بل وأعادوكم إلى جاهليتكم دون أن تشعروا بذلك. اللي خلى ليوم عاشوراء هذا التأثير بأن يعطي كل هذه الدروس وأكثر هو عظيم الفاجعة التي قد جرت في يوم عاشوراء، سواء في يوم عاشوراء وما بعد يوم عاشوراء، من مآس ومن فجائع قد جرت على أهل بيت الرحمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. احنا هالأيام نعيش أيام الأسر، أيام السبي، هذه الفجيعة اللي أكثر ما آلمت قلوب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بمثل نهار اليوم المنصرم، اليوم الأول من شهر صفر، قد أدخلت عيالات أبي عبد الله الحسين عليه السلام إلى الشام سبايا ليطاف بهن في سكك الكوفة وفي أزقتها قبل أن يدخلوهن إلى مجلس يزيد ابن معاوية عليه لعائن الله. ذكرنا في الليلة الماضية البعض من تلك الحوادث اللي سبقت دخول عيالات الحسين إلى مجلس يزيد. لما أدخلنا إلى مجلس يزيد ابن معاوية، وهاي المصيبة اللي تحز بقلب المؤمن، وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر، للحوراء سلام الله عليها خطبة خطبتها في ذلك المجلس في مجلس يزيد، هاي الخطبة اللي قلبت الموقف على يزيد من بعد ما كان موقف فرح، موقف ينتشي فيه في النصر بالنصر على الحسين سلام الله عليه، انقلب الموقف عليه وبالا، حاول بكل طريقة إلى أن يبرئ نفسه عن قتل الحسين وأن ينفي عن نفسه ذلك، وأن من قتل الحسين هو عبيد الله ابن زياد بدون أمر منه، من خلال تلك الكلمات اللي كان وقعها عليه أشد من وقع السيف. أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فصرنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، يوم أن رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، أنسيت قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والشريف والدني، ليس لهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي، إلى أن قالت له ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، أنا إذا الدهر نزلني صرت وأنا زينب ابنة علي بن أبي طالب وأوقف بين يديك أسيرة سبية، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك، تبقى أنت في نظري أنت الوضيع، يزيد الخنا، يزيد الفسق، إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، ولكن العيون عبرى والصدور حرى، ألا فالعجب كل العجب من قتل حزب الله النجباء،
بحزب الشيطان الطلقاء، فهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواح تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفرها أمهات الفراعل، إلى آخر كلامها سلام الله عليها. موقف من مواقف مجلس يزيد ابن معاوية حتى منه ونختم. لكن هذا الموقف كان قبل خطبة الحوراء، لأن الآن الخطبة لم تدع مجالا للشك أمام التضليل الأموي. هؤلاء هم عيالات الحسين، والذين قد قتلوا في العراق هم أبناء رسول الله، وهذه هي نساؤهم. لكن قبلها لما كان التضليل الأموي يقول بأن من قتل في العراق هم خوارج، قتل رجالهم وجيء بنسائهم سبايا، شوف صار هذا الموقف. أن قام شيخ من أهل الشام وقال ليزيد أمير هب لي هذه الجارية لتكون خادمة عندي، وأشار إلى فاطمة بنت الحسين، وذو الله لاذت بعمتها قالت عم أمن بعد السبي أستخدم؟ الحوراء قالت له ما جعل الله ذلك لك ولا لأميرك. يزيد قال لها ذلك لي ولو شئت أن أفعل لفعلت. قالت له إلا أن تخرج عن ملتنا وتدين بدين هو غير ديننا. قال إنما خرج عن الدين أبوك وأخوك. قالت بدين الله ودين جدي وأبي وأخي. احتديت أنت وجدك وأبوك إن كنت مسلما. بعد شي جاوب لم يحر لها جوابا. الشامعة والطلبة قال أمير هب لي هذه الجارية لتكون خادمة عندي. قال وهبك الله حتفا قاضيا، أتعرفها من هي؟ قال منو؟ قال هذه فاطمة بنت الحسين. قال الحسين بن علي؟ الحسين ابن فاطمة بضعة رسول الله؟ قال بلى. قال سود الله وجهك يا يزيد، ألا زعمت أنهم سبايا خوارج؟ ثم جاء إلى الإمام زين العابدين وهو يقول سيدي البعذر إلى الله وإليكم، ما كنت أعلم أنكم أبناء رسول الله، والله يا أهل الشيم زيادة بتراني أنا مخدرة وخدري ما لثاني. إي والله ما لثاني، منو مثلك سيدة بالخدر بالجلالة بالعظمة؟ أنا وبكربلة يا دهري ولاني سطرني على عيوني وعماني، بيا مصيبة بجمرة عرس جاسم جواني بطبرات الأكبر من لفاني. وبعد سيدتي بعمود بفاضل دهاني، والله وسهم المحداد من عجاني من عجاني، لضلوعي خيطها وحناني. ابن حال ابن عمر يقول شفت الإمام زين العابدين في الشام أيام الأسر، أقبلت عليه قلت له كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ فقال لي يا ابن عمر أصبحت العرب تفتقر على العجم بأن محمدا منها، وأصبحت قريش تفتقر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأصبحنا آل محمد مشردين مظلومين. يقول بالأثناء وإذا بامرأة أقبلت عليه، إلى أين يا حمانا؟ إلى أين يا رجانا؟ تركني ومضى إليها، سألت عنها فقيل لي هذه عمته زينب. والله أنا فتساعة قف قد تقاموا هلي وتشنموا بيت فاطمة ولا بيت علي، أنا بنت النبي وما بقى عندي وله ولا بقى لابن أخوتي تجاية. أي الأبيات نعز بيها إمام زمان، سيدي يا فرج الله يا ابن الحسن، أعظم الله لك الأجر في هذه الأيام بما يجري على عمتك الحوراء زينب.
سيدي راع الثار ما يظهر على بعلامة أو ينشر للي يحبونا علامة علامة نسب متون عماته علامة بضرب سياط زجر وجايا يا رمي سيدي تدري خلوا عمتك عتل تصيح سيدي يا فرج الله المعذرة إلى الله وإليك تدري خلوا عمتك عتل تصيح وتدري خلوها تسوين ولنا الذبيح وتدري خلوها على الغبرة تطيح أو من تطيح الطفي هيج ترابة وحق أمك فاطمة أو كسر الضليع الجرع لياكم سيدي ما ينسمي تدري من عو عمتك من الدمع وليه الدمع سياط جواب هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي إلهي بغربة الحسين بعطش الحسين بالدماء الزاكيات الطاهرات عجل اللهم لوليك الفرج في عافية احفظ اللهم شيعة علي أمير المؤمنين وادفع السوء والبلاء عنهم وفرج عن المكروبين منهم إلهي اغفر لنا تقصيرنا وإسرافنا على أنفسنا استر اللهم علينا بسترك الجميل إلهي اكفنا ما أهمنا ادفع اللهم عنا عن الحاضرين عن شيعة أمير المؤمنين كل شر وسوء وبلاء ووباء بنبيك وعترته الأتقياء إلهي يسر أمورنا واقض حوائجنا اقض اللهم حوائج المحتاجين جميعا حاضرين جميعا إلهي يسر أمورهم اقض اللهم حوائجهم المؤسسين القائمين تقبل اللهم أعمالهم بأحسن قبولك إلى موتانا وموتاكم وإلى من مات على ولاية أمير المؤمنين نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مسبوقة ومشفوعة مستقبلين بها جناب الأخ خادم الحسين ملا عمار الكناني بالصلاة على محمد وآل محمد